رقيق قوي. انت جبتي مدفع في اولها، مدفع في اولها على طول، جابت مدفع. شايفه شفتي الثاني بوكس؟ اتفضل رقم 6. يلا حبر سري. وائل رمضان قال انكم عايشين في بيت واحد بعد الطلاق عشان تقيموا علاقتكم، نعتبر دي تجربه مساكنه. طيب اول شيء بقول مساء الخير لوائل. انا حكيت اكتر من مره انه نحن ما اتطلقنا، ونحن لا اصلا ما اتطلقنا. نحن وقت اعلننا كان في حاله انفصال معينه، ونحن اكيد عايشين مع بعض، ونحن ما في داعي نعمل مساكنه لانه نحن زوجين اصلا. حسينا بلحظه انه نحن كقرار رباعي مني، من وائل، من حمزه، ومن علي، كل العائله، انه نحن بدنا نحافظ على هدوء البيت، على الحب اللي كان واللي لسه باقي. فنحن بس كنا بفتره صعبه شوي نتيجه طبيعات الحياه والضغوطات والحرب و و و هو ليه قال التصريح ده؟ طيب لانه حقيقي يعني انا وانت طلقته؟ لا ما قال اتطلقنا ابدا، قال نحن منفصلين، وانا اعلنت ابدا من قبل انه نحن منفصلين. معناها طلاق؟ لا، انفصال غير الطلاق تماما. الطلاق واضح والانفصال واضح. الوضع ده مستمر لحد دلوقتي؟ لا، هلا الحب عم يرجع والحياه عم ترجع وكل شيء تمام، بس كنا بفتره فعلا صعبه انه نحن بدنا نحافظ على هذا الحب. ومثل ما قلت لك اسماء، انه كان قرار عائلي كامل انه لحتى نرجع لحاله الهدوء، ناخذ اجازه يعني نوعا ما، بس نحن مع بعض لحظه بلحظه. وصعب الحب الحقيقي انه يروح لانه حقيقي، لانه صادق. ومن كتر ما نحن محافظين على هذا الحب وعلى هي العائله، فكنا لازم نعمل هي الخطوه. فهذا الشيء صعب انك تخسري شخص عاش معك عمره وعمل وضحى وساوى وكان كتير إنسان حقيقي يعني. فأنا ما بحس إنه هاي المشاعر بتروح ببساطة. وإن حصل طلاق لا سمح الله، ولو حصل انفصال، المشاعر باقية. من عينيكي باين إن أنت بتحبي وائل. طبعاً كتير بحبه وهو بيحبني كتير، هي حقيقة. ليك عم قلك إنه طالما الحب حقيقي صعب يروح. والقصة هي ما قصة ورقة، يعني هي مو قصة ورقة طلاق أو ورقة زواج. الزواج أكبر من ورقة، والطلاق أكبر أو أصعب من ورقة. في شيء اسمه طلاق روحي أحياناً. فهي القصة لا، هي قصة إنه في ناس بيتقابلوا، ربنا بيربطهم مع بعض. فهي القصة هيك، هي أرواح بتتلاقى بكل بساطة قبل الأوراق. ربنا يوفقكم يا رب، وإن شاء الله ترجعوا أحلى من الأول إن شاء الله. بترجع الكارت مكانه ولف اللفة اللي بعدها. اللفة اللي بعدها يلا.